السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة كريمة البرنوسية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. جيتكم فيديو جديد اليوم إن شاء الله، غادي نشارك معكم طريقة تحضير الباء أو أضغاس خلات ليها الوالدة، حق الله يسمح لنا من الوالدين، كانوا هما من قبل داروا الباء كان خير الله وطيبوه وتجمعوا عليه، وأنا خلات ليها هاد اللي طيروا هذا كان في الثلاجة، واليوم بغات طيبو قلت علاش لا ما نشاركوش مع المشاهدين دياولي. ايوا وانا نشارك معكم مرحله مرحله. ولكن البنات قبل ما نبداو هاد لا فيديو، الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد القناه. وشكرا البنات بزاف على التعاليق واللايكات اللي كتخليو لي، شكرا شكرا بزاف. وكنشكر كاع المتتبعين ديالي اللي كيشجعوني وكيدعموني وكيخليو لي كلمه طيبه، كنقول لهم شكرا شكرا بزاف للدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم. والناس اللي انضمت ليا في القناه كنقول لها مرحبا بكم في القناه هذه، القناه ديالكم. ودابا دوزوا للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا اللبا، وعندي واحد جوج معالق ديال سنيده كبار، وعندي جوج بيضات بلديين البنات، وشويه ديال الملحه. كما كتعرفوا البنات هذا هو اللبا. اللبا هو داك الحليب ديال البقره اللي كيبقاو يحلبوه 3 ايام، مده 3 ايام كيكون اللبا في البقره، ومن بعد البنات كيبقاو ما كيبقاش يخرج اللبا، كيبقى يخرج الحليب عادي. بسم الله على بركه الله. غادي نجيب الكاسرونه وغادي ندير فيها اللبا ديالي، غادي نخويه. حنا اللبا البنات كما كتشوفوا معايا هذا راه حقيقة في الثلاجه كما قلت لكم البنات، مازال فيه الثلج، اللبا راه كيكون اللون ديالو صفر. من بعد ما كيحلبوه من البقره وكيصفيوه، هذا راه مصفي مقادي منادي هيك مخوار في الثلاجه كما كتشوفوا انتما صفر. دابا البنات غادي نديوه للبوطه يطيب على ما يذوب هذا الثلج ديالو، ونتلاقاو معكم من بعد غادي فاش يطيب غادي نديرو مليحه وسنيده والبيض. دابا غادي نديروه على البوطه ونخليوه يطيب واحد قسمين على ما يتحيد منه الثلج البنات، وغادي يبقى يتكبد الراس وكيبقى يتجمع الراس. نقصوا له البنات البوطه والعافيه تكون مهيله باش كيبقى يتكور الراس وكيدير داك الكويرات، وكيجي في المنظر غزال. هاد اللبا شحال هادي كانوا كيتجمعوا عليه العائله وكيديروا الدجاج والطعام. كما قلت لكم البنات راه اللون ديالو كيكون صفر اللبا، كما قلت لكم البنات في الاول راه اللون ديال اللبا كيكون صفر. دابا غادي نضيف شويه ديال الملحه. الملحه البنات كتبقى على حسب الذوق. وكنضيف جوج معالق ديال السكر سنيده. ها انتما البنات كيفما كتشوفوا معانا اللبا ديالنا بدا كيتقاد، بدا كيتكور كيفما قلتو كيتجمع، بدا كيتجمع فاش كيغلى البنات. كنضيفو البيض كيفما كتشوفو دابا منين غلى اللبا ديالنا، غادي نضيفو داك جوج بيضات بلديين. هادشي كلشي طبيعي، كلشي طبيعي، بيض بلدي، اللبا غزال بلدي. كنخويوهم ونحركو مزيان، نبقاو نحركو. داك البيض هو اللي كيجمع اللبا مزيان، الله يسمح لنا من الوالدين سكينة خلات لي حقي ديال اللبا. الله يخلي لنا الوالدين ديالنا والله يخلي الوالدين ديال المسلمين كاملة يا رب. كيف ما قلت لكم البنات انا عندي هنايا هاد ليطرو اللي خلات لي الوالدة، الله يسمح لنا من الوالدين. يمكنكم البنات البيض ديروه على حسب الكميه، انا عندي هنايا يطرو درت معاه جوج بيضات. ودابا غادي نقصوا البوطه البنات باش يطيبوا البيض ديالنا على خاطرو باش تتجمع لنا اللبا ديالنا. كيجي غزال كيطيب على خاطرو، كيجي غزال تبارك الله. الله ها انتما البنات بدا كيتجمع لنا اللبا ديالنا كيف ما كتشوفوا. ها انتما البنات هذا هو اللبا اللي حضرت معاكم بطريقتي الخاصه، نتلاقاو في الطبق النهائي. ها انتما البنات هذا هو اللبا اللي حضرت معاكم،
كيجي غزال، في واحد المذاق بنين غزال تبارك الله ما شاء الله، الله يقوي الخير، كيجي بنين ولذيذ زوين. بعد انا كيحمقني اللبا، انا كيحمقني اللبا كيف ما قلت لكم، بلا ما كنحتاج نوصي الوالده، عارفه راني كنحمق اللبا، الوالده وخواتاتي ديما كيخليو لي حقي ديال اللبا حتى كنجيو نطيبو. كانت هذه الطريقه ديالي البنات اللي حضرته، كل واحد وطريقته. كنتمنى فعلا تجربوا هنا الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم البنات الفيديو ديالي ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم دائما، توصلوا دائما بجديد الوصفات. خليوا لي اللايكات للفيديو البنات، وممكن ايضا البنات تزوروا القناه ديالي وتشوفوا العديد من الوصفات المفيده والسهله والسريعه دائما. يلا البنات بسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. يلا بسلامه، خليت لكم الراحه.